من ساعة ما حسبوا لمحمد صلاح بياخد قد ايه في الاسبوع بعد تجديد تعاقده مع ليفربول، ليفربول كلها واقعة اصلا. يعني انت مش ماشي مع، يعني في كور كتير بتروح على الجون ما بتجيش جوان. يعني جماهير ليفربول في الدوري فقدت الامل، وليفربول لو معمول له عمل على ظهر جمل مش هيحصل ده. فانت مش عارف هم في ايه، في حاجة غريبة. نسبة استحواذ زي الفل، نسبة تصويب زي الفل، نسبة اهداف برضه زي الفل النهارده، ما انت جايب جوان بس مش عارف تكسب. ومحمد صلاح ما كانت الاهداف ما بيجيبش جوان، ما كانت الاهداف ما بتجيبش جوان، بطلت تطلع قماش. يعني العين حق والحسد موجود. وبعدين يعني احنا كنا عاوزين نفرح بمحمد صلاح، نشوفه انجازات السنه اللي فاتت، كل مباراه بنقول رقم قياسي لمحمد صلاح جديد. كان بيعمل ارقام قياسيه على نفسه، محمد صلاح كان بيعمل ارقام قياسيه على نفسه. لو حد يفكرها غلط، لا، ارقام قياسيه، يعني هو ارقام قياسيه. حد يفكر بيعمل حاجه تانية على نفسه، لا. السنه دي الدنيا مش ماشيه، واقفه. واقفه ليه؟ العين يا جدعان. طب ايه، في التشكيله، ساديو ماني اللي مشي، يعني جارديولا بيلعب 4 3 3 3 4 3، مش نافع، مش نافع. بيشوط بره المنطقه مش نافع، بيجي جوه المنطقه مش نافع، جاب جوان مش بيكسبش، ما جابش جوان ما بيكسبش، مش ماشي خالص في دوري الابطال، مش نافع. الدنيا مش ماشيه مع ليفربول. ليفربول عم عنده قيمه. الموضوع مش ساديو ماني مشي، الموضوع مش ساديو ماني مشي، الموضوع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.